ظاهره الغش هي في الحقيقه هي ظاهره مشينه واللي كتضرب في العمق تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات، واللي في الحقيقه كتسيء لبلادنا وكتسيء كذلك المنظومه التربويه ببلادنا. اذا فهاد الظاهره في الحقيقه هي راجعه للاسباب ديالها النظام التعليمي في بلادنا والبرامج، النوعيه ديال البرامج والمناهج، وكذلك الفشل ديال المخططات ديال وزاره التربيه الوطنيه. المخططات كلها اللي كانت من 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 البرنامج الاستعجالي وهاد الخطط دابا اللي كاينه، الخطه الاستراتيجيه اللي كاينه ديال الوزاره الى اخره، ما كايناش واحد الرؤيه واضحه، واضحه المعالم. وكذلك التدني ديال المستوى ديال 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 المتعلمين والمتعلمات. اذا هاد الظاهره هذه هي في الحقيقه يجب التصدي لها بحزم. يجب تضافر الجهود بين الفاعلين التربويين وكذلك الشركاء ديال وزارة التربية الوطنية. هذه القضية ديال ممكن القضاء عليها، بحال اللي درت بعض الدول المجاوره، انه هذه القضيه ديال الالات وهذه القضيه ديال الانترنت لي بورتابل اللي كيستعملوا التلامذ وهم ممنوعين انهم يدخلوا الاقسام، ولكن مع الاسف رغم ذلك، رغم المجهودات اللي كيديروا الاطقم الاداريه في المؤسسات التعليميه، انما هاد لي بورتابل هادو كيدخلوا الاقسام وكيستعملوهم التلامذ. اذا هنا كاين جوج الانواع ديال الغش. كاين النوع ديال الغش انه كيضبط ان هذاك المراقب اللي كيراقبوا كيضبطوا التلميذ في حاله الغش، اما كيستعمل البورتابل ولا كيستعمل مثلا كما تيقولوا الوراق وداكشي، كيحاول يغش، كيحاول ينقل. هذا الحاله الاولى. الحاله الثانيه هي الحاله لان اثناء التصحيح كيبان ان المصحح كيبان له ان التلميذ هذا الاسلوب ماشي ديالو، الاجوبه ماشي ديال التلميذ. اذا ربما انقلها من اما مشي تلميذ اخر ولا من البورتابل. اذا هذه المساله هذه ووزاره التربيه الوطنيه صدرت واحد المذكره صارمه ومستعجله لمديري الاكاديميات، كتحث المديرين الاقليميين والمديريات الاقليميين على الضبط بحال النوع ديال الغش عند التلامذ. ولكن مع الاسف هذه المساله ما كاينش شي نص قانوني اللي كاين نص صريح اللي موجبه انه هذه مجرد نوايا، ماشي ما تضبطش في حاله تلبس. اذا هنا كنوجهوا بكل صراحه، لان واحد العدد ديال التلامذ اللي بالنسبه لهم هما كيتسالوا ملي كتخرج النتائج ديال الامتحان ديال البكالوريا، كيتسالوا علاش مثلا واحد الماده من المواد تعطى لها صفر ورغم انه كتب فيها، وما كاينش شي جواب صريح. ملي كيمشي يسول في الاكاديميه كيقول له دير في حاله غش، هو ما تضبطش في حاله غش في القسم. اذا هذا اشكال في الحقيقه، حتى بالنسبه للاباء والامهات حايرين. كاين اللي التجأ مثلا كاع